حصار دام 70 يوما، وفوقه شهر من القصف والهجوم البري لأكثر من 20 فرقة ولواء وميليشيا من كافة الجنسيات. والنتيجة اتفاق لوقف إطلاق النار، أهم بنوده رفض تسليم السلاح ومنع التهجير أو دخول ميليشيا أسد. الحمد لله يا رب اللي رفع الشأن درعا، الحمد لله يا رب. احنا خرجنا باتفاق مشرف يرفع روسنا، احنا منعنا الجيش يدخل على مناطقنا، منعنا تسليم سلاحنا، منعنا التهجير، هذول أهم 3 بنود إحنا حصلنا عليهم. هذا ما جاء على لسان أحد وجهاء درعا البلد في جملة الاتفاق مع الاحتلال الروسي، فيما تنص التفاصيل على دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد وتسوية أوضاع 34 شخصا ونشر 4 نقاط أمنية بما فيها إعادة عناصر مخفر الشرطة. ويبقى الأهم وفق تعليق ناشط حوران شرط منع تسليم سلاح درع البلد، ذلك أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ولأن الاعتماد على الاحتلال الروسي كضامن ضرب من الجنون، وفي انتظار تطبيق بنود الاتفاق وفك الحصار وانسحاب ميليشيات أسد وإيران، ذهب كثيرون لاعتبار ما حدث في درع البلد درسا للميليشيات المهاجمة، ومن جهة ثانية فرز وتوصيف حقيقي لذاك الصراع بين الهمج وحوران، أي الصراع بين الهمجية والحضارة، بين الطائفيين وروح الكسروية الفارسية من جهة، والروح العربية النبطية والغسانية من جهة ثانية. للتأكيد على هذا، قد لا يصدق البعض أن الجيوش والميليشيات التي شاركت بحصار وقصف درع البلد تجاوزت 20. الفرقة 4 التابعة لإيران بما فيها قوات الغيث والعرين بميليشيا أسد، إلى جانب اللواء 16 التابع للاحتلال الروسي، ومعه وفق صور بعض القتلى مجموعة ظريف 3 التابعة للفرقة 25 أو ما يطلق عليها ميليشيا سهيل الحسن. أما مرتزقة لبنان ولن تفرط الرمان مرتين، فبميليشيا أبو رضوان وأبو تراب وأبو هادي، إلى مرتزقة العراق وميليشيا أبو الفضل الكباس والحساسين وأسود السواد، وصولا للواء 313 الإيراني، بالإضافة لمرتزقة فاطميون وزينبيون وغيرهم. كل هؤلاء مع مئات صواريخ الفيل وآلاف القذائف والراجمات، وعلى مدار شهر من تخطيطات المدعو غياث دلة وتلك المرافقة من أبو النحل وقرفيص والرداد، تنتهي اليوم باتفاق لتسوية أوضاع 30 شخصا وشرط بمنع تسليم سلاح درع البلد أو التهجير، فيما كان مختصر الحال بتعليقات موالين وصفوا ما حدث بالمهزلة، إلى انفجار عنصر من ميليشيا أسد غضبا لما حل بهم في درع البلد بشتائم وعبارات حادة تعبر عن حقيقة تلك الميليشيات الطائفية وهزيمتها منذ 20 سنوات لولا تدخل روسيا وإيران وعشرات الميليشيات الشيعية.